وين متتاج ابو الهين؟ حج ابراهيم. على شنو؟ على الجول مال الوليد. يا جول هذا هسه خبرت واحد راح يلزمون الوليد وراح يخلون واحد وياه. كابتن رزاق تحياتنا الكابتن ابو حسين ذهب والله من اقرب الاصدقاء. هاي هنا عندي صديق يعني ما خسران المباراه. انت سجلت؟ سجلت على روحي. هاي الاعتزال مال حدا واليوم اللي دق عليه ما جاوبه بدي اطلع من السياره قال اشوفه قال لي وين انت فوق السياره. اي فنزل هذا الفيديو يشمت بيه. اي ما خلى واحد ما خابرني. استثمر هذا الفيديو كابتن بسؤال مهم انه معظم لاعبين كرة القدم بالعراق يعتزلون بصمت. لا اكو حفل، لا اكو مهرجان اعتزال تثمينا لجهده هسه سواء من الاندية او من الاتحاد او بجهد فردي. شنو السر؟ اكو انا اقصد لك عن النجوم، احنا انا اعتبر نفسي مو يعني مستوى النجم، النجوم يعني لازم يسوون يعني يسوون لعبات اعتزالية على مستوى عالي. تشوف السعودية جابوا لك ريال مدريد، النصر جابوا لك ريال مدريد، جابوا لك فرق عالمية، هذا تكريما للاعب، خدم النادي أو خدم المنتخب.